السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم مهندس جاسم الموسوي، جامعة تكنولوجيا قسم تكنولوجيا النفط. مثل ما وعدتكم قبل أيام بجروب قسم هندسة النفط جامعة بغداد، أنا أعمل محاضرة حول البي بي تي بلاك أويل مودول. عملنا هذه المحاضرة وحاولت طبعا أن أخلي بها الأمور المهمة اللي تفيد الجميع، سواء طلبة أو الأساتذة المتمرسين بالعمل. محاضرتنا راح تكون عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو هذا الباوربوينت، والجزء الثاني راح نشتغل على برنامج الـ PVTP اللي هو ضمن الكوليكشن مال البتروليوم إكسبيرت. طبعا المحاضرة النظرية راح تشوفون بها وأنا مخلي كلام، على عكس المعتاد، لأن احنا اللي نعرفه المحاضرات الباوربوينت لازم تكون مختصرة وصور، لكن أنا حبيت أن أجمع بها المعلومات المهمة والنظرية لعمل البلاك اويل مودول، البيانات البي في تي، وحتى يكون ريفرنس للجميع، سواء الطلبة او اي استاذ او طالب دراسات يحتاجه، راح يكون هذا ريفرنس بجميع المعلومات المهمة اللي نحتاجها. طبعا محاضرتنا النظرية راح تتكون من الاجزاء التالية. راح بالبداية نشوف المكامن على اي اساس تصنف، بعدها بعد ما نعرف انواع المكامن راح نعرف الفيز دايجرام العمومي، لان انا ما يعني الوقت ما يسمح لي انا اخلي الفيز دايجرام لكل مكمن، فخليت فيز دايجرام شامل والباراميتر اللي موجوده عليه وتعاريفها وشنو فائده الفيز دايجرام. بعدها راح نسولف على خواص المواقع اللي موجوده بهذا المكمن، لان احنا هاي المواقع نريد ندرسها، فلازم نعرف شنو هذه المواقع وشنو خواصها، اللي هي خواص الكرود اويل، خواص الغاز. طبعا الماي انا ما خليته لان هو يعني مو جدا مهم هنا بالموديل، لكن هو ايضا ضمن المواقع اللي موجوده بالمكمن او الليكويد اللي موجوده بداخل المكمن. بعدها انا من عرفت انواع المكامن والفيز دايجرام وعرفت انواع الفلويد اللي موجوده بالمكمن وخواصها، اريد استخرج جزء من هذه الموائع حتى افحصها بالمختبر واسوي عليها دراسه، ومن خلالها احدد سلوك المكمن، وعده تفاصيل راح نذكرها بالمحاضره. فراح انا اسوي خطه حتى اسوي سامبلينج، يعني عمليه السامبلينج هي عمليه اخذ العينه من المكمن او من غير اماكن راح نشوفها. فانا راح أسوي بلانينج، أشوف شنو العوامل اللي تأثر لي على اختيار طريقة السامبلينج، شنو التول اللي أحتاجها. بعدها بعد ما سويت بلانينج أحدد الطريقة اللي أستخرج بيها هذه السامبل. بعد ما أحدد الطريقة أهيئ البير إلى ظروف ملائمة حتى أقدر أستخرج هذه العينة. بعد ما استخرجت العينة أنا راح أستخدم هاي العينة، وين راح أستخدمها، شنو أستفاد من عدها. بعدها راح نروح للمختبر البي في تي، نسوي دراسات على هذه العينة، نعرف شنو أهمية البي في تي، شنو الأجهزة الموجودة بمختبر البي في تي، شنو أهم الفحوصات اللي موجودة بالبي في تي. بعدها راح نعرف البلاك اويل مودول بصورة عامة، مو البلاك اويل مودول اللي احنا نشتغل عليه، لا تعريف عام. بعدها راح نعرف بلاك اويل مودول اللي موجود بشغلنا. بعدها راح نسولف على الخواص الفيزيائية للليكويد اويل اللي راح نحتاجها بالموديل، وشلون بالمختبر هي يعني كانت ناتج مختبر، وشلون ممكن نحسبها بكوريليشن. وبعدها راح ننتقل الى البرنامج ان شاء الله. فبداية المكامن النفطية تصنف أربع تصنيفات أساسية. هذه التصنيفات أما نسبة إلى خواص الفلويد الموجود بها من ناحية الكثافة، اللزوجة، أو التسمية الأشمل من ناحية الـ API، راح نصنفها إلى خمسة أصناف، اللي هي الـ Black Oil والـ Volatile والـ Retrograde Condensate Gas والـ Weight Gas والـ Dry Gas. التصنيف الثاني نسبة إلى نوع الصخور اللي موجودة بالمكمن أو نوع الصخرة المكونة للمكمن، راح تصنف المكامن إلى كلاستيك ريزوفار والكربونيت ريزوفار. التصنيف الثالث نسبة إلى سلوك الطوري لهذه المكامن، يعني أنا إن شاء الله راح أوضحها بالسلايد القادم.
شلون نحدد السلوك الطوري، تصنف اما single face behavior يعني هي تسلك كأنما ماع الوحدة موجود بها واحد مو اكثر من ماع، او gas condensate او under saturated oil اللي هي يكون بها نفط وبغاز مذاب لكن الغاز غير متحرر من النفط بسبب ان الضغط هو اعلى، بسبب ان الضغط هو اعلى من البابل بوينت، او الساتوريتد اويل اللي هي اصلا بها تو فيس اي ان الريزرفر بريشر اقل من البابل بوينت بريشر. التصنيف الرابع هو نسبة الى ميكانيكية دفع المائع اللي موجود بالمكمن، اما سوليوشن غاز درايف، وطبعا هذه الغاز المذاب بداخل النفط كل ما ينقص الضغط راح يبدي يتمدد بداخل النفط وراح يسبب لي دفع النفط اللي موجود بالمكمن ويساعده على الخروج للسطح، او الغاز كابو درايف من اكون انا مخترق مكمن نفطي طبقة النفط واكو فوق هذا النفط اكو غاز كابو درايف، هاي الكابو درايف راح يساعد لي على استخلاص النفط واستخراجه ودفعه للسطح، او الووتر درايف من يكون عندي اكوفر او اصلا ووتر انفلاكس يعني يدخل للمكمن راح يساعد لي على دفع هذا المائع للسطح. كذلك عندنا الجرافيتي درينج درايف، هاي بسبب الاختلاف الجاذبية واختلاف الكثافات بين هذه الفلويد راح ايضا تساعد لي على دفع هذه الموائع، وطبعا الجرافيتي درينج ما غالبا ما تكون وحدها وانما combine with water drive او gas drive gas cap drive، والcombination drive الاخيرة اللي هي تكون كل اثنين او ثلاثة سوى من هذه الدرايف الموجودة. فهذا تصنيفات المكامن حسب هذه الكرايتيريا تصنف. الفيس دايجرام هذا طبعا احنا اللي ماخذينه بالبداية بصورة مبسطة، عندنا الفيس دايجرام للسينجل كومبوننت ويكون عندي هو كأنما سلوك خط، يعني يكون خط بالليكويد بعدين ينحدر يكون تو فيس وبعدين غاز، هذا احنا اللي ماخذينه. بس انا من يكون عندي ملتي كومبوننت ميكستشر ما اقدر امثله فيس دايجرام خطي، والفيس دايجرام احنا مثل ما نعرفه اما ترسم العلاقة بين البرشر والفوليوم او البرشر والتمبرشر، وهنا عندنا بريشر وتمبريتشر وطبعا اكو عده تعاريف ضمن هذا الرسم. هذه التعاريف اولها عندنا مثلا الكريتيكال بوينت، الكريتيكال بوينت هذه النقطه اللي يكون بها الكومبوزيشن مال الغاز والنفط متساوي. اوكي عندنا هذه منطقه التكثيف العكسي اللي من يقل بها الضغط بثبوت حراره راح او تغير حراره راح يكون عندي تكثيف عكسي، اي ان يعني العكس الطبيعه انه الغاز بنقصان الضغط راح يتحول الى سائل، واحنا هذا شيء من يعني بالطبيعه هو مخالف للطبيعه، لان احنا الغاز من يعني من يقل الضغط عليه او السائل من يقل الضغط عليه راح يخرج الغاز من عنده. فهنا عندنا هذه منطقه التكثيف العكسي، عندنا هذه الكريتيكال بوينت، عندنا هذه منطقه الليكويد يعني من يكون عندي مثلا هنا حرارة معينة وهنا ضغط بهذه المنطقة هذا عندي فقط ليكويد، بنقصان الضغط وثبوت الحرارة خلينا نقول راح نوصل لمنطقة البابل بوينت لاين، وهذه المنطقة اللي يكون بها البابل بوينت بريشر واللي بعده انه بعده راح تظهر اول فقاعة من الغاز، يعني راح يصير عندي تو فيس، فراح وين راح يدخل لي؟ راح يدخل لي بداخل التو فيس ريجون اللي هي بها يعني راح يكون بها نفط وغاز، وهذه النسب طبعا هي للليكويد يعني 90% ليكويد هنا، بعدين ينخفض يصير 80% ليكويد، بعدين 60%، وبالمقابل انه الغاز جاي يزيد النسبه مالته. هنا أنا منطقه الديو بوينت لاين، هنا انا هذا عندي غاز طبعا، بس انا من راح ادخل هنا بهذه المنطقه راح يكون تعريفه انه هذا الضغط، خلينا نعرف الضغط بالنسبه للديو بوينت، راح يكون هذا الضغط هو الضغط اللي تظهر به اول قطره ليكويد داخل الغاز، وهم ايضا راح يدخل بداخل التو فيس. هنا بعدها لا هنا فقط دراي غاز. طبعا عندنا هذه الكرايكوندن بام، هذا قيمه الضغط
اللي من يكون بيه الضغط اعلى من عنده، يعني ما عندي اي غاز موجود، فقط ليكويد. هنا درجة الحرارة الكرايكون دنفيرم اللي اعلى من عندها والى حدها انا ما عندي اي ليكويد، فقط دراي غاز. فهذا الفيز دايجرام للمالتي كومبوننت، هذا انا من خلاله اقدر احدد نوع المكمن مالتي وارسمه. يعني مثلا تكون عندك ظروف مكمنيه معينه تقدر ترسم لها فيز دايجرام وتحدد انت سلوك المكمن مالتك وين صاير بالضبط. يعني بادي مثلا دراي غاز ونازل لمنطقه التو فيس، يعني مثلا هل هو ويت غاز او هل هو مثلا غاز وبعدين يصير ريتروجريد كوندنسيت، هل هو اصلا اندر ساتوريتد اويل يعني ما واصل اصلا لمنطقه البابل بوينت، يعني بلاك اويل اور اوردينري، هاي التصنيفات اللي احنا حكينا عليها، او فوليتايل، هل هو يعني بادي اويل وبعدين يدخل بالتو فيس. فهذا من خلال هذا الرسم الفيس دايجرام اني راح اقدر احدد نوع المكمن مالتي وفقا للظروف مالته وامثلها بهذا الرسم. طبعا هذه التعريف انا حكيتها بالرسم هسه، اللي هي البابل بوينت لاين، ديو بوينت لاين، كريتيكال بوينت، كراي كوندنسر، هذين كلهم انا حكيتهم. طبعا بس الكواليتي لاين ما حكيتها، اللي هي هذه الخطوط اللي بداخل منطقه التو فيس، الكيرفات هذه يسمونها الكواليتي لاين. هذا السؤال انا عفته هنا أنا واجب بالنسبه للشخص اللي يحب يتعلم ويريد يحله. هاي انا من ظروف مكمن، ومن خلال هذه الظروف لازم تحدد نوع الريزرفر فلويد، لان هو الفيز دايجرام هو اللي يعني لسلوك الريزرفر فلويد، ومن خلاله انا احدد نوع المكمن. هسه عرفنا شنو الفيز دايجرام وتصنيفات المكامن، راح نحكي على خواص الكرود اويل وخواص الغاز. الكرود اويل هذه خواص الفيزيائيه المهمه اللي هي الفلويد جرافيتي وال يعني الاي بي اي سبيسيفيك جرافيتي، السوليوبيليتي اللي هي ار اس، بابل بوينت، اول فورميشن فوليوم فاكتور، الكومبريسيبيليتي، الدنسيتي، التوتال فورميشن فوليوم فاكتور، الكرود اويل فيسكوسيتي، سيرفيس تنشن. طبعا جميع هذه الخواص وكذلك خواص الغاز اللي ذاكرها هنا، جميع هذه الخواص هي ممكن حسابها مختبريا وكذلك تحسب من كورليشنز. ف يعني اللي يحب يعرف هذه المعادلات اللي تنحسب من عندها هذه الخواص، انصح ان يقرا الفصل الثاني بكتاب طارق أحمد، راح يفهم هاي كل هذه الخواص الفيزيائية للغاز أو النفط شلون تنحسب ومن أي معادلات تنحسب. إضافة إلى ذلك إنه هذه جميع هذه الخواص هي ممكن حسابها مختبريا. الآن إحنا عرفنا الفلويد اللي موجود بالمكمن وخواصه، فإحنا هسه نريد ناخذ عينة من داخل هذا المكمن ونستخرجها للسطح حتى ندرس خواصها. فأنا قبل لا أخذ العينة لازم أسوي بلان معينة، أحدد من خلالها شنو الطريقة اللي أختارها لأخذ العينة، من أي مكان راح أخذ هذه العينة، شنو التول اللي أستخدمها حتى أخذ هذه العينة. فلازم أنا أخذ بنظر الاعتبار بعض البارامترز اللي راح تأثر لي على طريقة أخذ العينة، إذا ما أخذتها بنظر الاعتبار ممكن تسبب لي أخطاء. فمن هذه الأمور اللي تأثر لي على عملية التخطيط، يعني تغير رأيي، خلينا نقول هذه الأمور تخليني أختار مثلا داون هول أو أختار سيرفيس أو أختار ويل هيد. مثلا التايب أوف ريزرفر فلويد اللي موجود هذا أصلا هو راح يحددني يعني بالطريقة. الإفكت أوف ريزرفر فلويد تايب هذه كلها راح تأثر لي. البرودكشن كاركترستيك خواص الإنتاج، هل عندي ووتر كات أو لا، الغاز أويل ريشيو والتانك أويل جرافيتي، البرودكتيفيتي إندكس، هاي الأمور كلها راح طبعا هاي الأمور كلها راح تأثر على اختيار طريقة السامبلينج. وطبعا المحددات الرئيسية لعملية السامبلينج هي لازم أنا عندي سينجل فيس بداخل المكمن وأتجنب جريان التو فيس، وكذلك هل إنه البير هذا اللي أنا جاي آخذ منه عينة
منزل بيه ادوات الارتفيشال ليفت او ما منزلها بيه. طبعا لازم اتجنب اخذ العينه من مناطق الغاز اويل كونتاكت او الووتر اويل كونتاكت او الاويل ووتر ترانزيشن زون، لان هذه المناطق بالحقيقه هي راح تسبب لي اخطاء نتيجة إلى أن العينة ما راح تمثل لي المكمل، لأن أنا العينة من راح أستخرجها وراح أخذها للمختبر وأجرى عليها فحوصات لازم تمثل لي العينة أو السائل المكمني الأصلي. فإذا أخذت عينة بها ماء أو بها غاز أو الكومبوزيشن مالتها مختلف، هذا راح يأثر لي على الفحوصات المختبرية. كذلك كان الاختيار طريقة السامبلينج ميثود تتأثر لي مثل ما ذكرت سابقا بالفوليوم اوف سامبل اللي راح اخذها، ايش قد اريد اخذ فوليوم، نوع المائع او السائل اللي موجود بالمكمن، درجة استنزاف المكمن، يعني مدى مقارنة البي دبليو اف بالبي اي بالبي بابل او البي اي بالبي بابل، لان هذه من يكون عندي تو فيس مثل ما ذكرت لكم راح تاثر لي على العينه، وانا يعني اللي حددني انه انا لازم انزل الداون هول مثلا اكوبمنت حتى اخذ العينه، لازم انا عندي سنجل فيس. الميكانيكال كونديشن اوف ذا والبور مثل ما ذكرت لكم، هل هذا البير هو بي ارتفيشال ليفت، شنو نوع التيوب اللي موجود بيه، سنجل تيوب دول تيوب، اوكي هاي كلها راح تاثر لي. الغاز اويل سيبريشن اكوبمنت ايضا راح تاثر لي على اختيار طريقه السامبلينج. هسه خلينا نقول انه احنا سوينا بلان وحددنا الطريقه اللي نريد نستخدمها. فاحنا عموما عندنا ثلاث طرق هي لاخذ العينه، عينه الفلويد من المكمن او العينه من البير، يعني من البير اللي مخترق المكمن. ثلاث طرق عندي. الطريقة الأولى اللي هي السب سيرفيس سامبلينج أو اللي إحنا نسميها داون هول سامبلينج، هاي يعني أنا راح أنزل جهاز يأخذ العينة من داخل المكمن. طبعاً السب سيرفيس سامبلينج هي تكون بحالتين، أما بحالة الأوبن هول واللي أنا مثلاً يعني بعد ما أخلص الحفر وأبدي بعملية الكومبليشن راح أخذ العينة، يعني خلينا نقول من خلال الميجرمنت وايل دريلينج، وهذه تكون اما بسامبلر او بالفورميشن تيسترز. طبعا بهيج حاله اني اذا اخذها مثلا من اوبن هول انا لازم عندي هواي امور لازم اراعيها صراحه اذكرها لكم ان شاء الله. طبعا السامبلينج تول اللي هي هنا يستخدمونها الام دي تي المودلر دايناميك تيستر، اللي هو هذا الجهاز انا راح انزله راح يقيس لي قيمه الضغط اللي موجودة بالداون هول وكذلك راح أو قيمة ضغط المكمن وكذلك راح يأخذ لي عينة مكمنية. وطبعا هاي السامبلينج تول اللي موجودة اللي هي الكونفينشال بوتوم هول سامبلر والبستن تايب بوتوم هول سامبلر والفورميشن تيستر، كذلك بعض الشركات مثل شركة هاليبرتون تستخدم الأميراد حتى وأيضا بسيل تستقبل السامبل. هنا أنا هذا الـ MDT اللي تستخدمه مثلاً شلمبرجر، فكل شركة ولها سياساتها بأخذ العينة ولها أجهزتها الخاصة بها. هنا أنا أهمية موضوع أخذ العينة من السب سيرفيس سامبل، إنه أنا راح أجمع العينة المطلوبة لأن على الجهاز راح يكون بتماس مباشر ويا المنطقة اللي موجود بها الفلويد أو المكمن. راح أحافظ على الضغط مال العينة، يعني العينة أنا من أخذها راح تدخل السامبلر راح أقدر أحافظ عليها بنفس الضغط اللي أخذتها به حتى أحافظ على الكومبوزيشن مالتها. طبعا هاي الطريقة تجنبني أنه أنا أخذ عينة من السبريتر من السطح، تجنبني أنه أستخدم فلوريت ميترينج الأجهزة مال الفلوريت ميترينج اللي إذا أخذت عينة من السطح وعمليات الكاليبريشن اللي تجري حتى أحسب البروديوسينج غاز أويل ريشيو صحيحة ما يصير عندي بها أخطاء، هكذا راح أتجنبها. كذلك ما راح تتعبني بالنقل للمختبر لأن أصلا أنا طلعتها بظروف المكمن، فما راح تتعبني بالنقل للمختبر. كذلك راح تجنبني عملية الريكومبينيشن إذا اللي أسويها إذا أخذت عينة من السطح.
هذه من فوائدها. لكن من يعني من الديس ادفانتجز اللي احنا هسه راح نذكرها هنا بالفورميشن تيستر ايضا ديس ادفانتج، انه مثلا الام دي تي انا من انزله هذا راح يعني الحجم المائع اللي راح اخذه كلش قليل، يعني نص لتر تقريبا، وكذلك امكانيه او غالبا يدخل ويا الدريلينج فلويد، وهذا اللي راح ياثر لي يعني على خلينا نقول الكواليتي مال المائع اللي اخذته من المكمن. فهذه يعني ديس ادفانتج تعتبر، تمام. كذلك الادفانتج مال الفورميشن تيستر، يعني هنا خلينا نقول هذا سبيشال هاي ادفانتج، لان احنا ذيك حكينا على السب سيرفيس بصوره عامه سواء سامبلر او غيرها. نفس الادفانتج مال السب سيرفيس سامبلنج اللي حكينا عليها قبلها، قلنا راح تاخذ لي عينه مباشره اللي هي بتماس ويا المكمن، العينه اللي راح اخذها راح تمثل لي المكمن بنسبه كلش كبيره، يعني تمثل لي المكمن. نقدر ناخذ العينه حتى بوجود كميات مي قليله، يعني اوكي ما راح تاثر لي. بالامكان ان اخلي العينه اللي راح اخذها من المكمن بالامكان ان اخليها بالانيشال كونديشن مال المكمن، اوكي اقدر احافظ عليها بالانيشال كونديشن. كذلك الفورميشن تيسترز مثال الام دي تي مثل ما ذكرنا اللي موضح بالصوره، يقدر يحافظ لي على الدرو داون اللي يصير خلال اخذ العينه. انا من راح انزل جهاز ممكن يصير عندي درو داون للضغط، وممكن يصير عندي تو فيس فلو، فمن خلال هذه الاجهزه انا اقدر اسيطر على الدرو داون مال الضغط وامنعه. هذه طبعا اللي حكينا عليها، هذه هي المحددات، هذه السب سيرفيس سامبلينج والادوات اللي نستخدمها، هذه قلنا كلها احنا هاي تاثرنا. عندنا نوع اخر اللي هو احنا نسميه السيرفيس سامبلينج. السيرفيس سامبلينج هذا انا مباشره راح اخذ العينه من السبريتر، طبعا هو متاح لجميع انواع المكامن، احنا نقدر نسوي هذه العمليه ما عندنا اي مشكله بيها. من المميزات هذه الطريقة أخذ العينة إنه هاي الطريقة هي سهلة ورخيصة، وراح تجنبني إنه أستخدم الوايرلاين تولز وغيرها، واللي يعني أنزلها بداخل البير هاي كلها راح أتجنبها. كذلك راح أتجنب يجوز أنا مثلا من أخذ من الداون هول أحتاج أغلق البير أو يعني أسوي له أهيئ في الظروف معينة، فهذه راح أتجنبها. كذلك أتجنب المشاكل اللي ممكن تواجهني خلال إدخال الداون هول تول لأخذ السامبل، يعني مثلا جزء يصير عندي ستاك، أو مثلا يصير عندي تيوبينج دامج، هاي كلها راح أتجنبها من خلال أخذ العينة من السامبلينج. كذلك هذه متاحة، الطريقة هي هذه متاحة إذا كان عندي مثلا يعني artificial lift ديفايس انا مدخلها، هذه راح تكون متاحه عندي. كذلك اذا كان عندي ووتر كات عالي واحتمال انه اذا دخلت داون هول سامبل بالاسفل ما راح تاخذ العينه تمثل لي المكمن، هذا ايضا تعتبر مميزه لهاي الطريقه، فاستخدم هاي الطريقه يعني راح تكون افضل هاي. كذلك انا ما احتاج احافظ على الضغط واخلي الفلويد بحاله سنجل فيس، لان انا اصلا جاي اخذ من العازله، فهذه هي كلها الادفانتج للسيرفيس سامبل. عندنا بعد الطريقه الثالثه اللي هي الويل هيد سامبل، هاي طبعا يعني قليله الاستخدام يعني كاخذ عينه واخذها في حسب المختبر، لكن احنا نستخدمها من يكون عندي اصلا يعني حتى الفلويد من يوصل للويل هيد هو بحاله سنجل فيس، فبهيش حاله انا اقدر اخذ العينه من عنده. فهنا يعني هذه الطرق الثلاثه اللي ذكرناها، خلينا نقول انه احنا قيمنا الشغلتين يعني الاساسيه اللي احنا عندنا مثل ما ذكرت لكم. انا عندي اما يعني لازم عندي مثلا بالداون هول الضغط اكبر من ضغط البابل، وقررت انا مثلا اختار، وكذلك ما عندي artificial lift مثل الاي اس بي وغيرها موجوده، لان اذا عندي اي اس بي ما اقدر يعني. فذني اذا قيمتهن واجريت بعض الامور المهمه اللي خلتني اختار الطريقه مثل ما ذكرتهن قبل شويه، يعني حددت شنو اللي يفيدني باختصار، راح اهيئ البير مالتي
هيئة حتى أجري عملية أخذ السامبل. فلازم أخلي مجموعة اعتبارات. من مجموعة الاعتبارات اللي ذكرتها أنا قلت لكم مثلا لازم عندي under saturating fluid type، لازم عندي الـ يعني الـ current state للـ production operation، شنو الحالة اللي موجودة، شنو الـ flow rate، أوكي إيش قد جاي أنتج، خلفية الإنتاج السابقة لازم أنا على علم بها، كذلك قيمة الووتر كت اللي عندي، هاي كلها ضمن الـ production state طبعاً. الكيميكال انجكشن which may affect the sample quality، يعني مثلا انا ردت اخذ عينه بعد ما كملت الحفر، بهيج حاله انا لازم يعني اخلي بنظر الاعتبار انه اقل كميه درلينج فلويد ممكن تختلط له ويا العينه، فهذه كلها لازم اخذها بنظر الاعتبار. الظروف اللي لازم اهيئها قبل اخذ السامبل، لازم البير مالتي ينظف بصوره جيده من الدريلينج فلود او اي كيميكال ماتيريالز استخدمناها خلال الحفر او الكومبليشن. الفلوريت لازم اقلله حتى البي دبليو اف يزيد اكبر من البابل بوينت حتى اتجنب التو فيس. كذلك الجي ار لازم تثبت عندي بالويل هيد قيمه الجي ار، هذا الامور لازم اخذها بنظر الاعتبار حتى ابدا باخذ العينه. كذلك ذكرت لكم اني لازم قبل لا اخذ العينه اعرف انا عندي يعني البير ينتج بصوره طبيعيه ناتشرالي فلوينج اويل ويل او ارتفيشال ليفت. اذا ناتشرالي فلوينج اويل ويل ما عندي مشكله، مجرد القياسات اخذ مال اخر 24 ساعه للبي دبليو اف وبعدها والبرودكشن ريت وبعدها انا ابدي بعمليه السامبلينج. الارتفيشال ليفت لا، يعني هي عاده تكون غير محببه، واحنا ما يعني ما اعتقد احنا حقولنا بالعراق انه ابار بها ارتفيشال ليفت وياخذون من عندها سامبل، لان الشغله شوي معقده، يعني لازم انت تشغل المضخه بنسبه معينه وتوصل لعده ايام طبعا حتى توصل لفلوريت الحاله ستيد ستيت تقريبا والضغط، وبعدها يعني من تريد تبدأ بالعملية السامبلينج لازم تسحب المضخة من التيوبينج وتبدأ أو يعني الـ ESP وغيرها تسحبها من داخل التيوبينج أو التيوب ويلا تبدأ بعملية أخذ السامبل. فهذه الطريقة غير محببة يعني أو شوي صعبة ومكلفة فتكون غير مرغوب بيها، إلا يعني إلا إذا شخص إلا إذا شركة معينة يعني اضطرت لهذا الشيء. طبعا بعد ما ناخذ العينه هذا المخطط يوضح يعني سلسله الامور اللي تمر بها العينه، انا راح اختار اخذ العينه وانقلها للمختبر واجري عليها الفحوصات واحللها وبعدها تدخل لي بالموديل وغيرها. فيعني هذا تقريبا بصوره عامه عمليه اخذ الريزرفر فلويد، عملية السامبلينج. يعني هذا كملخص خلينا نقول عملي، أنا يعني حاولت أن أبتعد عن الأمور النظرية قدر الإمكان، فهذا هو الملخص اللي والكرايتيريا اللي تخليني أحدد الطريقة اللي أخذ بها العينة والطريقة اللي تفيدني من جميع النواحي. الآن أنا أخذت العينة، هذه العينة إيش راح أستفاد من عدها؟ الفائدة من هذه العينة أنا راح أخذها للمختبر وأدرس عليها عدة دراسات، من خلال هذه الدراسات راح أعرف الـ Original Reservoir Composition Fluid، يعني الـ Original Reservoir Fluid Composition، الـ Bubble Point، الـ Temperature، كثافات اللزوجة، ذوبانية الغاز بالنفط، نسبة الليكويد اللي موجود بالغاز ريزرفوار، عملية الشرينكج اللي موجودة بين الغاز والنفط، الإكوليبريم فيس كومبوزيشن، هاي كلها راح أدرسها وأستفاد يعني الفائدة العينة اللي أخذتها أنا راح أطلع من عدها بهذه المخرجات، وبالإضافة إلى عدة فوائد أخرى أيضا راح نتكلم عليها. طبعا أخذت العينة، العينة من أخذها وأخذها بالسامبلر لازم أبقى محافظ عليها بنفس ظروفها لحد ما أنقلها للمختبر وأنقلها للجهاز المناسب للفحص. ف
فهنا عندنا الجهاز القديم لفحوصات البي في تي سيستم، هو مكون من 3 اجزاء، مكون من الميركوري بومب والبي في تي سيل، هذه الخليه اللي هي يعني موجوده بداخل فتشي اشبه بالصندوق اللي بداخله اكو فت هيتر يتسيت على فت حراره معينه نفس حراره المكمن، والميركوري بومب تسلط في الضغط معين نفس الضغط المكمني، حتى من نقل العينه للسيل راح تبقى عندي العينه بنفس الظروف. كذلك عند الغازوميتر اللي بعد ما يتحرر الغاز خلال التجربه راح ينتقل له ويقيس لي الفوليوم اوف غاز. اوكي، فهذه الاولد بي بي تي سيستم. عندنا جهاز اخر ايضا يعتبر من ضمن اجهزه البي بي تي اللي هو الغاز كروموتوغرافي. هذا الغاز كروموتوغرافي اللي يفيدنا بالتحليل الكومبوزيشن بالنسبه للفلويد اوكي او للغاز. هذا نحتاجه باجراء موديل الكومبوزيشنال. اوكي، المودرن بي في تي لاب هذا مثل ما تشوفون يعني هذا اكثر تطور، حتى اكو كاميرا موجوده بداخل السيل تشوفك عمليه تحرر الغاز عند نقطه البابول، فهذا يعني جدا متطور الجهاز، اكثر تطورا من الجهاز اللي بالسلايد السابق. اوكي، فهذا هو البي في تي لاب. زين، هسه انا عرفت البي في تي لاب، عرفت التول اللي استخدمها حتى افحص العينه، فبعدها راح احدد شنو الفحص اللي اريد اسويه. فعندي انا عده فحوصات تستخدم على العينات المكمنيه. طبعا انا عندي فحوصات بالبدايه تكون بداخل الحقل، تمام، وعندي الروتين تيست وعندي السبيشال تيست. الروتين تيست هاي الفحوصات اللي هي الاساسيه يعني الفلاش، الديفرنشيال، الكونستانت فوليوم ديبليشن وغيرها. اوكي، الانيشال تيست خلينا نقول او الفيلد تيست اللي تكون بالبدايه، هاي القياسات اللي تجرى على العينه بداخل الحقل، مثل انا اقيس الاي بي اي، الدنسيتي، هاي الامور اللي تكون بداخل الحقل. والاخيرا عندنا السبيشال تيست، هذا السبيشال تيست ما اسويها بالغالب الا لما احتاجها، مثل سويلنج تيست وغيرها. تمام، فعندنا احنا هذه الفحوصات المهمه. بالبدايه راح نجي على الكومبوزيشنال تيست. الكومبوزيشنال تيست هذا نجر عليه نسويه بالغاز كروموتوغراف، راح ادخل ليكويد اند غاز، راح يتحلل عندي الى مركبات الاساسيه، راح اعرف البروبرتيز مال الهيفي كومبوننت، البروبرتيز مال ستوك تانك ليكويد، كلها راح اعرفها من خلال جهاز الكروموتوغراف. الفحوصات الاخرى اللي تجري بالمختبر، طبعا مثل ما ذكرت لكم الكومبوزيشنال اناليسيس هو يعني الكروموتوغراف راح احتاجه بالكومبوزيشنال موديل، بينما هذه الفحوصات انا احتاجها بالبلاك اويل موديل اللي احنا يعني صلب موضوعنا. عندنا نوعين من البريشر ديبليشن تيست، عندنا الكونستانت كومبوزيشن اكسبانشن السي سي اللي هو الفلاش لايبريشن نفسه، هذا يجري على البلاك اويل يعني عينه ليكويد، وعندنا الكونستانت فوليوم ديبليشن السي في دي، هذا يجري على الكوندنسيت والفوليتايل اويل. طبعا وعندنا بعد الفحص الاخر اللي هو الديفرنشال لايبريشن، اللي طبعا لازم نون فوليتايل اويل يعني على الاويل نفسه يجري. كملخص لهذه التجارب سواء للفلاش او الديفرنشال او السي في دي، كلها كملخص عملي ومختبري، انا راح اجيب العينه بالسامبلر، راح اربط السامبلر على البي في تي مال السيل او البي في تي سيل العفو، راح اربط عليها، راح اوفر ظروف المكمن، راح انقل العينه لداخل السيل وابقى محافظ على نفس الظروف المكمن من ضغط وحراره حتى ابقى محافظ على تركيب المائع. البروسيجر العملي اللي بالمختبر، أنا بالبداية مسيت الميركوري بامب أو الميركوري بروسميتر على الانيشيال بريشر، راح أبدي أقلل بالضغط بالنسبة للفلاش، راح يبدي الليكويد عندي يتمدد يتمدد يتمدد، بعدها أوصل للبابل بوينت راح يبدي يتحرر عندي الغاز، بعد تحرر الغاز راح يبدي الغاز يتحرر بكميات أكبر. فهذه هي تجربة الفلاش أو الكونستانت كومبوزيشن إكسبانشن. أوكي، لكن هنا الغاز هو يبقى داخل السيل، ما راح احرر الغازوميتر، هذه بالنسبه للكونستانت كومبوزيشن اكسبانشن. اما الكونستانت فوليوم ديبليشن لا، انا العينه اللي راح استخدمها اصلا
هي اما كوندنسيت او فوليتايل اويل. فبالنتيجه انا ما راح من راح اقلل الضغط ايضا راح اوفر لها نفس ظروف المكمن وراح ابدا اقلل الضغط، تكون كانما عكس السي سي اي، يعني راح يبدي الغاز يبدي الفيبر اللي موجود عندي راح يبدي يتمدد وراح يبدي يخرج من عنده ليكويد، لان هو انا اصلا عندي كوندنسيت، ولكن هنا انا عندي الفيبر اخرج الحجم مالته باستمرار، وطبعا الليكويد يبدي يخرج عندي من اوصل للديو بوينت بريشر. اوكي، هذه كطريقه عمليه بالمختبر احنا نسويها. تجربه الفلاش ما تختلف عن تجربه الديفرنشيال ما تختلف عن الفلاش، لكن الاختلاف الوحيد انه شنو، اني من اوصل للبابل بوينت بريشر ويبدي يتحرر عندي غاز، بعدها من ابدي اقلل الضغط الى نقاط معينه بكل نقطه ضغط اقل من البابل بوينت راح ابدا احرر الغاز واقيس الحجم مالته. اوكي، وطبعا هذه الغاز اللي راح يتحرر راح يفيدني بحساب الغاز اويل ريشيو وغيرها. فهذه التجارب المختبرية اللي نجريها بالمختبر على العينات بعد استخراجها بالسامبلر، هذا اللي كملخص الموضوع. الآن إنه إحنا سوينا فحوصات بالمختبر وحصلنا على نتائج، من هذه النتائج الأويل فورميشن فوليوم فاكتور، السوليوبوليتي، الدنسيتي، الفيسكوسيتي، الكومبرسيبوليتي، الغاز فورميشن فوليوم فاكتور، عدة نتائج حصلناها، وإذا كنا مسوين كومبوزيشنال موديل حصلنا على الكومبوزيشن مال كل كومبوننت ضمن الريزرفوار فلويد. هذا الكم الهائل من النتائج اللي حصلناه شلون نوصفها بالموديل، شنو نستفاد من عنده. تمام، فراح نجي هسه ندخل او نعرف البلاك اويل موديل. البلاك اويل موديل بصورة عامة، يعني احنا عملنا هنا اللي راح نسويه بلاك اويل موديل للبي في تي داتا. اوكي، يعني خلينا نقول هذا بسيط جدا، انا مجرد اسوي كاليبريشن للبيانات. بينما البلاك اويل موديل هو اي كاي موديل، كان يكون انا مثلا استخدم مخرجات البي في تي بلاك اويل موديل اوظفها بالماتيريال بالانس، راح يكون عندي بلاك اويل موديل حسب اشتغلته بالماتيريال بالانس، او اشتغله بالنيوميريكال مثل الايكليبس 100، هذا ايضا بلاك اويل موديل. البلاك اويل موديل انه هو راح يدرس لي الخواص مال كل فلويد كبسيدو، يعني ما راح يفصل لي الى مولتي كومبوننت اللي مكون لهذا الفلويد. هذا كملخص للبلاك اويل موديل. البي في تي بلاك اويل موديل اللي احنا راح نسويه راح اخذ الخواص الاساسيه هو اللي احتاجها في هذا الموديل، اللي هي الاويل فورميشن فوليوم فاكتور والسوليوبوليتي والاويل فيسكوسيتي والبابل بوينت بريشر وبعض البرنسيبل باراميتر مثل الجرافيتي والاويل ريشيو والملوحه الماء، اذا عندي H2S او CO2 او نيتروجين، هذا اللي كلهن النسب مالتهن، هذا اللي انا احتاجه فقط. هذا بالنسبه للبلاك اويل موديل بالبي بي تي. البارامتر اللي احنا قلنا نحتاجها او الفيزيكال بروبرتيز للاويل، هذا اللي نحتاجه، يعني نحتاج الاويل فورميشن فوليوم فاكتور، ومثل ما تعرفون يعني هذا السلوك مالته واضح للجميع، انه بالانيشال بريشر هو الاويل فورميشن فوليوم فاكتور نسبه معينه، نقصان الضغط راح يبدي يزيد، لان هو اصلا القانون مالته حجم النفط بالمكمن على حجمه بالسطح، فراح يبدي يتمدد الغاز بداخل النفط، لكن الحجم يزيد كتوتال، يعني نقول حجم النفط جاي يزيد بسبب تمدد الغاز، راح يوصل للبابل بوينت هو ماكسيموم، يعني اعلى تمدد غاز للنفط بداخل النفط، فيكون عندي حجم الفلويد بداخل المكمن عالي مقارنة بالسطح، فراح تكون هنا الماكسيموم مال البي او، وبعدها من يبدي يتحرر الغاز يبدي ينخفض بانخفاض الضغط. التوتال فورميشن فوليوم فاكتور اللي هو هذا القانون مالته، الاويل فورميشن فوليوم فاكتور زائد السوليوبوليتي بالبابل بوينت ناقص السوليوبوليتي عند اي ضغط مضروبه في الغاز فورميشن فوليوم فاكتور. وبالحقيقه هو هذا الفرق بين، يعني هذا الفرق بين ذن التو كيرف او الخط هذا النازل وهذا الكيرف، هو هذا يعني الاكسبانشن للغاز. تمام، هذا هو الفرق اللي هو حاصل، يعني هذا حاصل الطرح هذا مضروب في البي جي، وهذا يمثل الفرق بين البي او والتوتال فورميشن فوليوم فاكتور. الغاز سوليوبوليتي انه انا عندي نسبه الغاز بداخل النفط بالانيشيال
كونديشن انه الغاز يبدي يتمدد، لكن خلينا نقول شيء يوازن شيء، يعني يتمدد حجم الغاز يقل حجم النفط، يتمدد حجم الغاز يقل حجم النفط بنقوص الضغط، فراح يبقى هنا ثابت. بعدها من يبدي يخرج الغاز راح تقل السوليوبوليتي بنقصان الضغط، لان راح يخرج غاز فراح تقل نسبة الغاز المذاب بداخل النفط فينخفض. البابل بوينت بريشر مختبريا تتحدد يعني من رسم الفوليوم المسجل للميركوري بامب والبريشر بنقصانه، يعني من الانيشيال لحد السمثينج، يعني اي ضغط انا اريد اقلله جوا البابل، وارسم بين الاثنين منطقة الانكسار هي منطقة البابل بوينت. والفيسكوسيتي هذه علاقتها والبريشر، بالانيشيال تكون عالية بتمدد الغاز تبدي تقل، بعدها من يبدي يخرج الغاز تبدي تزداد. وطبعا الفيسكوسيتي لها عدة موديلات، الديد اويل واللايت اويل وغيرها. المعادلات اللي يستخدمها البرنامج لحساب هذه الخواص هي نفس المعادلات اللي موجودة بأغلب كتب المكامن. استخدم معادلة ستاندينج، فاسكيز، غلاسو، مرهون، بيتروسكي، إذن المعادلات يستخدمها للخواص، وهذه المعادلات أنا خليتها فقط حتى أنتم تطلعون عليها وتشاهدونها. الأويل فورميشن فوليوم فاكتور هذه معادلاته، السوليوبوليتي اللي هي الار اس هذه معادلاتها، هن نفس المعادلات اللي موجودات الأويل فورميشن فوليوم فاكتور، نفس العلماء استخدموا هذه المعادلات، يعني حددوا معادلات لهذه الخواص العفو، البوبل بوينت بريشر والفيسكوسيتي، يعني الديد اويل له معادلاته وهذا الاندر ساتوريتد وغيرها. الآن راح ننتقل للبرنامج مالتنا للبي بي تي، لأن احنا هسه انتهينا من الجزء النظري اللي يهمنا بالبرنامج، وراح نعرف ميكانيكية العمل للبرنامج. فهذه البيانات احنا اللي راح نستخدمها ندخلها للبرنامج إن شاء الله. يعني أتمنى أن تكون هاي المحاضرة النظرية جدا مفيدة وشاملة. ننتقل للبرنامج، برنامج البي بي تي راح افتحه. طبعا هذه الواجهة مالته، راح نروح على فايل ونيو، نروح على الاوبشن نختار بلاك اويل، لان احنا عندنا اما اكويجن اوف ستيت اللي تخص الكومبوزيشنال موديل او البلاك اويل، احنا نختار بلاك اويل. الفلويد تايب انا هنا اشتغلت على اويل، هنا سنجل سيبريتر او تو سيبريتر حسب البيانات اللي موجودة عندي. هنا اذا عندك شركة ويعني تشتغل بشركة وجاي تشتغل على فيلد معين ولوكيشن معين، هاي كلها تذكرها. اوكي، تثبت الوقت اللي انت تريد اشتغلت به ثبته، حتى اذا اجى شخص غيرك يعدل على الموديل ام يسوي ديت ستام. اوكي راح اسوي له اوكي. راح نروح على الداتا، البلاك اويل انبوت اللي هي تكون اساسيه، لكن انا قبل لا ادخل الانبوت اشوف الوحدات اللي عندي حتى تكون عندي الشغل صحيح. عندي هنا البريشر بالكي جي على سنتيمتر تربيع، فهنا أنا لازم اغير بالوحدات مالتي، العفو اللي هي هذه منها. راح نروح على البريشر نسوي بالكي جي. اوكي كذلك هذا الانبوت الاوتبوت هم نسوي بالكي جي سنتيمتر تربيع. ايش عندنا بعد؟ عندنا الحراره بالسيليزيه. اوكي عندنا الغاز اويل ريشيو بالمتر تكعيب على متر تكعيب، انا ايضا نغيرها. الحراره هاي البويلينج هذه، يعني الامور ضروريه تمام. هذه احنا هسه كلها غيرناها وفقا للبيانات اللي موجودة عندنا، أو نحول البيانات اللي موجودة عندنا. تمام، هذه كلها تغيرت. راح بالبداية هسه راح ندخل البيانات اللي اختارينا الموديل منها، أو أما من هذه الأيقونات أو من فوق. غيرنا الوحدات، راح ندخل البلاك أويل إنبوت ديتا الرئيسية. خلينا نقول عندنا البروديوس جي أو آر 114، الجرافيتي 22.7، هذه 0.79 اعتقد، هسه اتاكد منها 0.791، هذه ما عندي معلومات عليها راح تبقى. اوكي
احنا هسه تم ادخالها، راح نروح على التيبل اللي نحتاجه حتى نسوي بلاك هول مودول، اللي يعني اللي راح تسوي من خلال هاي الداتا راح نسوي ماتش داتا. هسه راح نشوف عملية الماتشنج بعدين. هاي 111.5 الساتوريشن برجر 187، والجدول نسوي له كوبي بيست اللي هو نفسه. طبعا احنا نرتبه بالاكسون نفس ما مرتب بالبرنامج، حتى من نسوي له كوبي بيست يجي بصورة صحيحة. هنا أنا مجرد تضغط بهذا اول مربع وكنترول في راح ينتقل عندك التيبل. تمام، هنا هسه تم ادخال هذه البيانات. هنا هسه الآلية اللي راح تصير بالبرنامج شنو؟ الآلية اللي راح تصير بالبرنامج، انا دخلت بيانات اللي هي الاويل فورميشن فوليوم فاكتور والفيسكوسيتي السوليوبوليتي والبرشر، دخلتهن بجدول. هنا البرنامج ايش راح يسوي؟ راح يستخدم المعادلات اللي ذكرتهن بالباوربوينت نفسهن ويحسب بيانات جديده. طبعا هاي المعادلات البوبل بوينت والسوليوبوليتي والبي او، هاي معادلات نفسها لاستر ستاندينج فاسكيز بتروسكي نفس المعادلات، والفيسكوسيتي معادلاتها واحد ايضا انا ذاكرهن بالباوربوينت نفس اللي راح يستخدمهن يحسب بيانات جديده. راح يحسب بكل المعادلات. طبعا عندي انا هاي الباراميتر الثلاثه اللي موجوده، هي الستاندرد ديفيجن والباراميتر الاول والثاني، ذني يعني الثاني اعتقد معدل تباعد البيانات، والثاني الكوركشن فاكتور هيك شيء اتذكرهن حسب ذاكرتي، وطبعا ذاكرهن فيديو اخر شارحهن بالتفاصيل ذن الباراميتر. كل ما يكون عندي الباراميتر الاول قريب للواحد والباراميتر الثاني قريب للصفر، يا معادله تعطيني اقرب شيء اوكي هي هذه المعادله المضبوطه الاقرب للواقع اللي انا ممكن اعتمد مخرجاتها بالبلاك اويل موديل واستخدمها بالكالكوليشن. فانا هسه اريد اسوي ماتش اول، يعني اول كل الباراميتر او كل الفيزيكال بروبرتيز، اقول له ماتش اول ما يعني اول كل البروبرتيز واقول له ماتش اول. اذا اقول له ماتش لوحدها راح يستخدم بس جلاسو وبيل ايتل، بينما اذا اقول له ماتش اول راح يستخدم لي كل المعادلات. فسويت ماتش اول، اروح على الباراميتر. هنا انا اشوف من الاقرب لي، يعني كباراميتر اول قريب للواحد والثاني قريب للصفر، من الاقرب اقول هذه المعادله مثلا البوبل بوينت انطتني هاي افضل معادله، الجي ار افضل معادله، اوكي راح اقول له اوكي. هنا انا ضروري اسلك اليوز ماتش داتا فور كالكوليشن، لان اذا ما سلكتها بعدين من اسوي كالكوليشن ما راح يعتمد للبرنامج الماتش داتا، يعني كانما انا ما سويت ماتشنج ما استفاديت منه، اوكي. فهنا انا اسلك اليوز ماتش داتا وقل له اوكي. نروح على الكالكوليشن، هنا أنا ايضا نسلك اليوز ماتش داتا حتى هو ياخذ بنظر الاعتبار منو افضل معادلات لهذه الخواص يستخدمهن بالحساب. هنا أنا اذا اريد اغير الحراره، انا مو دخلتها 111.5، اذا اريد اغير حراره البي بي تي اقدر اغيرها، اقول له اسوي لي رينج مال الحراره من والى، اوكي، او اخليها نفسها انتم مخيرين بها. الرينج مال البرشر خلينا نقول مثلا اريده من 1 لحد 400 كي جي، اوكي. كم ستيب مثلا يقسم لي كم قسم، 10 20 قسم، خلينا نقول 10 اقسام، راح يطلع لي يعني 10 اسطر بالحسابات. راح اسوي كالكوليت، ها هنا نخليها 1 هذه البالو، راح نقول له كالكوليت. هنا انا هسه هو حسب لي بيانات جديده اقدر ارسمها واشوف المقارنه بين المحسوب والمدخل. طبعا المدخل هذه النقاط علامه الزائد اللي بالاخضر هذه اللي انا دخلتها، اوكي. اللي ينحسب عندي الجديد للخواص هذا الخط الاحمر او الكيرف الاحمر هو هذا الجديد. فمن خلال هذه الرسومات انا اقدر اقارن، وطبعا هنا نقدر نحدد يا رسم نريده شنو اللي نريده بالمحاور، نقدر من هذه الشغلات هاي الفاريبل نغيرها مثلا نسم الاويل فورميشن فوليوم فاكتور والضغط، اوكي. المحاور اقدر اقللها يعني خليها مثلا من 1 لـ 2، هنا انا اخليها 1 لـ 2، اوكي راح يكبر عند الرسم. فهذه هي عملية الماتشنج للبلاك اويل فيزيكال بروبرتيز الليكويد. يعني اتمنى كانت المحاضرة مفيدة
وإن شاء الله فادتكم، أي استفسار أنا حاضر إن شاء الله. راح تنشر المحاضرة تنزل على اليوتيوب، ينزل الرابط ورابط المحاضرة، وتمنياتي بالتوفيق للجميع إن شاء الله. ربي يحفظكم.